نية مبيتة وطموحات واسعة وتداعيات تطفو على سطح الساحة المحلية في بلاد الرافدين، يختفي وراءها تحفز غير متوقع من الحسناء الحديدية في القصاص من القائمين على تنفيذ الحكم في والدها. فما هي القصة؟ صمت بالغ وتحفز مهيب ورهبة من وضع قائم ينتظر شعب بلاد الرافدين في قادم الأوقات، خاصة في وجود ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حرة طليقة باحثة عن ثغرة لإحداث التغيير المنتظر. لكن الخطوة الحاسمة تنتظر القصاص أولاً في هؤلاء الذين وقفوا على رأس مهيب الركن وهو أعزل لا حول له ولا قوة. أدوات حركتها أيادي خفية خبيثة تظن عبثاً أنها خارج نطاق الصورة المؤلمة، لكن السيدة العراقية الأصيلة رغد صدام حسين تعلم جيداً أين يكمن ثأرها ومتى بالتحديد ستكون اللحظة الفارقة الحاسمة للقصاص المنتظر منذ سنوات طويلة، مؤكدة على قدرتها على تحريك هذه الأدوات لصالحها يوماً. ولم تخفي الحسناء الحديدية صراحتها على العلن في لقاء خاص وحصري على فضائية العربية عندما باغتها شريك الحوار بسؤال مفاجئ عن قدرتها في مسامحة هؤلاء الذين أنهوا حياة الرئيس العراقي صدام حسين. وجاء رد ابنة المهيب مباغتاً أكثر عندما أثارت نوعاً من الشك في نفوس الجميع من شاركوا بالقول أو بالفعل في حفلة تنفيذ الحكم على الرئيس الراحل، لكنها نحت الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة من المشهد تماماً. تساءلت السيدة العراقية عن طبيعة الإجابة المنتظرة من جانب مقدم البرنامج، هل ينتظر ردها عليهم كأفراد؟ وعندما أكد ذلك قالت: ليس عندي معهم أي ثأر، فهم ليسوا أصحاب قرار وإنما مجرد أدوات. أضافت رغد صدام حسين أن هؤلاء لم يتعدى دورهم دور مجموعة من المتفرجين، ظنوا خطأً أن ظهورهم في المشهد الأخير للرئيس صدام هو نوع من شفاء الغليل وتنفيس عن غضب دام لسنوات. واستطردت أكثر في حديثها الجريء أن المدان الحقيقي لم يملك الشجاعة في أن يتصدر المشهد الأخير لمهيب الركن، وأصر أن يكون بعيداً لأنه يعلم جيداً أن مسألة استمراره على رأس السلطة لن تدوم كثيراً. الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الأولى التي تتحدث فيها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين صراحة أمام وسائل الإعلام المرئية عن رغبتها في القصاص لوالدها من هؤلاء الذين وقفوا على إنهاء حياته. ولا يعلم أحد بعد ما الذي يدور في عقل السيدة الجميلة ولا كيف سيتم حسم الموقف في تلك القضية المعقدة وذلك الملف الشائك، خاصة وأنها في ذات الوقت تواجه دولة بكافة مؤسساتها. لكن المدهج في الأمر أن السيدة رغد صدام حسين لم تتحدث مطلقاً عن أسماء بعينها في مسألة القصاص لحق والدها الذي تم إنهاء حياته بشكل بشع صبيحة عيد الأضحى المبارك دون مراعاة لأي اعتبارات. برأيكم من هؤلاء الأشخاص الذين تتحدث عنهم رغد صدام حسين باعتبارهم أصحاب القرار في إنهاء حياة والدها؟